السلام عليكم أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في حصتكم اليومية الرمضانية عيش رمضان مع زولا. اليوم راح نقدم لكم منو يكون متنوع. كمقبلة راح ندير لكم شربة عدس بالعدس الأحمر كوغاي، وندير لكم يعني لي ميني بيتزا، وعندنا كطبق رئيسي المتوم. نعطيكم نبداو بالمقادير تاع لونطخي. راه هنا عندنا واحد 300 حتى 350 غرام تاع العدس الاحمر هذا، عندنا حبه بطاطا، عندنا زوج حبات زروديه، حبه بصل، كرافس الغصن تاع الكرافس، عندنا مكعب دجاج هذا كحساء، راح نقدموه كحساء ونقدموا معاه دي ميني بيتزا. العجينه تاعنا عندنا واحد 200 غرام تاع فارينه، عندنا 150 غرام تاع دقيق، وعندنا هنايا الخميره نديرو بيان سيغ الملح، شويه زيت زيتون، حبه بيض، وعندنا اون صوص طوماط راح نقدموها مع هاد لابيتزا تاعها. عندنا ثلاث حبات طوماطيش، حبه بصيله، شويه ثوم، شويه درسه، وشويه طوماطيش، ونتبلوها بيان سيغ، نديرو لها الزعتره والرند. هنا بيتزا. نروحو للطبق الرئيسي او ميم طون نعطيه لكم ونبدا ونديرو فيه. هنا المتوم تاعنا نسحقو على حبيبات ولا طريفات تاع الدجاج، نسحقو كان الحميصه، عندنا الثوم كي نقولو متوم سي الثوم برك، باش نلبيو هذيك المرقه نديرو البصيله تكون صغيره، السمن، وعندنا لا فيونداشي. الوغ هنا نبداو المتوم تاعنا، عندنا السمن، مغرفه تاع السمن، توجور السمن زيدوا لها مغرفه تاع الزيت حتى زوج مغارف، فوالا. فوالا نديرو الطريفات تاعنا تاع الدجاج، فوالا الطريفه تاع الدجاج، يتقلى شويه ما نرموش توجور الثوم كيما قلت لكم ديجا. الثوم الا ترميتوها على الزيت راح تنحرق لكم، خليه شويه الدجاج يتقلى وحده، من بعد نرميو الثوم ونزيدو عليه شويه تاع الماء هكذا باش ما يتنحرقناش. هنا نجيب نتبلو، فوالا نجيبو مغرفة، عندنا الملح، فلفل الكحل بيان سور، كي نقولو متوم نقولو الكمون، فوالا. هنا يتقلى لنا هذيك الطريفه تاع الدجاج، راح نديرو المتوم تاعنا على الطريقه التقليديه العاديه برك، ندير اللمسه تاعي بيان سور، نحب شويه ندخل لكم بلمساتي. ندير البصل، هذا قلت لكم باش يلبي لكم المرقه تاعكم، نخلوه يدبال تري بيان باش يلبيها يردها خاطره، يعني ما تكونش مايها. هنا غير تشوفوا البصل تاعكم داب، نزيدوا له شويه ماء، ومن بعد نروحوا نضيفوا له يعني الثوم، ونزيدوا الحميصه. هنا باش ما نضيعوش الوقت نروحوا نديروا الحساء تاعنا، يا دراوله كنت سيو شويه الوصفه تاعي اللي درناها في هذا رمضان، فاصون على بالي بلي كاين بزاف اللي داروها يعني وسياو الوصفات ونجحوا فيها،
وعلاش عرفت نجحوا فيها باسكو بعثوا لي يعني الخدمه بعثوا لي تصاور تاع لي بلا تاعهم اللي عاودوهم. كنت فرحانه بزاف بزاف على خاطر جابوهم كيما درتهم انايا، يعطيهم الصحه كامل. بيان سور قعدوا تابعونا، مازال كاين بزاف الوصفات نزيدو نقدموها لكم. عندنا البصل، هنا نروحوا للحساء. بيان سور زروديه نقطعوها كبيره هكذا، باسكو راح نحيو كلش. تقدروا ما ترميوها الى كبير، بصح انا نقطعها وعلاش باش طيب لي بالخف ونرحيها ونلحق على الوقت المغرب. نزيدوا البطاطا، هلا نعمل البطاطا عندنا كرافس. كرافس يعطي له واحد النكهه رائعه رائعه. وهنا الحساء خيرته لكم، كوم المثوم فيه الدجاج وزدنا فيه لا فيونداشي، انا خيرت ندير لكم يونسو هكذا ما فيها ني لحم ني دجاج، باش لي كي لي بغيو لو بلا تاعنا ولا الطبق تاعنا. نجيبو غرفة العدس، شوفوا غير نرميو العدس نزيدو فوقو ما سخون. بيان سور العدس تكونو شللتوه، فوالا تمرقوه حتى يتغطى وتخلوه يطيب. على بالكم العدس ما عندوش يعني طياب بزاف تبتم يطيب لنا، يعني الحساء تبتم يعني نوجدوا الحساء في دقائق بسيطه، وما نغفلوش ما نغفلوش على الطبق تاعنا الرئيسي اللي هو المتوم. هنا هاكو تشوفوا البصيله الله الله دابت، نضيف الثوم، الثوم لازم له الثوم، نزيدو نمرقوه ونديرو الحميصه تاعنا طيب مع الدجاج. الوغ هنا كي تمرقوه ديروه غير قيس يعني ما يتغطى لكم الدجاج برك. فوالا ديروا الحميصه ونغطيو عليه. فوالا فوالا عندنا الحبه تاع البيض، نجيبو التوابل نتبلو نفس التتبيله اللي درناها في المرقه نديروها في لافارس. انا عندنا الملح، فلفل كحل، فلفل كحل نحب نديرو بمغرفه، فوالا شويه برك تروش مام تو عفوا مام الكمون ما لازمش ديروه بزاف، هاو بدا رمضان يخدم فيا واقيل، باش باسكو ولا كثرتو الكمون اكثر من اللازم على بالكم يعطي لكم المروريه. الوغ ديرو جوست ملعقه فريمون على راس المغرفه،
هنا بسم الله نبدا نعجن. ودوجوا عينكم على الطواجن تاعكم اللي هم فوق النار، تنساوهمش على خاطر ولا نسيتوهم ها راح الفطور تاع اليوم، لا تحرقوا ما نعرف كيفاش ديروا. هنا البوله تاعنا خبيه نقدروا نديروهم عندها سي بون. لازم عينكم كما يقول لك على المشويه والمقليه هاي كملنا، وما تنساوش الطواجن تاعكم فوق النار. نزيدو نديرو مكعب دجاج فوالا ونحركوها. قلت لكم ما تغفلوش عليها، العدس يقدر يشد لكم من تحت، من داك حركوه وما عندوش الروح تم تم غير طيب الخضره اسمها هو كانا طايب. وهذا من بعد هذيك نميكسيوه وشربتنا راهي واجده. من بعد ندير لها شويه زيت الزيتون من الفوق وتنتكل الله الله، ما فيها ني لحم ني دجاج. حنايا اون ايكيليبري بيسك الطبق الرئيسي فيه الدجاج وفيه اللحم، الوغ قلنا الطبق بلوتو لونطري تكون خفيفه بشويه شريبه خفيفه. غرام الفارينه نديرو له 100 غرام تاع دقيق. قبل هذا نروح نحرك العدس باسكو على بالكم العدس الاحمر تبتم يلصق لنا، الوغ توجور ما تغفلوش عليه. والعدس الاحمر على بالكم بلي فيه لي بروتيين، الي غيش يعني الي غيش بلي بروتيين ومفيد للصحه اي لو فير بيان سور. كي نقولوا العدس سي لو فير. الوغ هنايا عندنا ميتين غرام تاع فارينة، فوالا عندنا 100 غرام تاع سميد. هنايا ماهوش 100 غرام، 100 غرام باش تعرفوا بالمغرفة شحال. كل مغرفة 20 غرام، واحد زوج ثلاثة أربعة خمسة. هنا عندنا 100 غرام، متسحقوش هذا نحطو دو كوتي. نزيدو الخميرة فوالا، عندنا 200 غرام تاع فارينة و 100 غرام تاع سميد تسمى 300 غرام، وكل 100 غرام لازم لها 3 غرامات تسمى 9 غرامات حتى ل 10 تاع خميرة. نعطيها لكم يعني قاعدة فوالا. هاد الدقيق متسحقوش نحطو هنا، من بعد نجيبو واش نزيدو كانا هنا هذه تاع لاصوص. فوالا هنا نحبطو لو بيترين برك الماء، نديرو شويه ماء سخون بيان سور بصح ما نديروهش سخون بزاف، نخلطو له الماء بارد باش يولي ملدد. توجو نعجنو بالماء ملدد، هو تياد. بسم الله وكيما فهمتكم يعني، ونزيدها نقولها لكم بلي الخميرة ما تلاقاش مع الملح. كي تنعجن شويه نضيف لها 6 غرامات تاع الملح، باسكو على بالكم 100 غرام لازم لها 2 غرامات تاع الملح. الوغ في 300 غرام بين فارينه وسميد تعطينا 6 غرامات اللي هما مغرفه صغيره. حاجه واحده اخرى يعني نورمالمون قلتها لكم، الزيت
هي قنا عدوة الخميرة. عندكم الملح والزيت، نزيد نقول لكم إلي كوغوندير، هادو هما العدوين كما يقول لك تاع الخميرة. هنا نديرو حوالي 6 غرامات هنا، نعطيهم لكم اكزاكت. وعندنا زوج ملاعق كبار تاع زيت الزيتون، نزيدوا الحبة بيض وجو. قلت لكم البيض يعني ما تفقصوش فوق العجينة على خاطر اون سي جامي تجيكم فاسدة ولا ما تروح لكمش العجينة. هادو ما كامل نورمالمون تحفظوهم هكذا باش ما ديروهمش وديروا الاخطاء اللي تروح لكم كاع العجينة ولا تروح لكم يعني لا فارس ولا وين ديروا البيض لازم تفقصوه. ابار نكمل الماء، فوالا نخلوها تنعجن مدة 10 دقائق ونتفيو عليها. دوك نشوف انايا ولا خصها شوية ما تزيد لها، ما فيش اشكال. برك هنايا العدس تاعنا الاحمر لازم نحركوه، هنايا هاو طاب يعني هنايا هاو العدس تاعنا طاب، نحيوه بعد نميكسيوه برك وراه واجد يتنتكل ان شاء الله على المغرب. الله الله هذاك العدس شو نقول لكم، زيدوا له شويه زبيده من الفوق تاع الزيتون. كيما قلت لكم العدس ما فيه والو، ني دجاج ني لحم، بصح هو بداته فيه الفيتامينات تاع اللحم والدجاج. نحيوه بجيح ومن بعد نرحيوه، ندنو الدجاج تاعنا منا ونديرو هذه منا باش نديرو لا فارس بلوتو. ايه لا فارس تاعنا اونطخوطو راني نديرو البوراك تاعنا. الو هنايا عندنا البصل، لاصوص طوماط، شوفوا ترمود البصل طوماطيش، نزيدو لها زيت زيتون. عندنا الثوم، نزيدو زعتره والرند، اللي يحب يدير لي زيرب دو بروفونس كيف تقدروا تضيفوهم، غير فتاع طوماطيش تاع البطاط. ونديرو زيت الزيتون، انا نحب بلوتو لاصوص طوماط تاعي تكون بزيت الزيتون. والبيتزا على بالكم توالمها غير زيت الزيتون، لازم لها شي غير توالم لها. انا نديرو زيت الزيتون زوج مغارف حتى ثلاثه، هنا العجينه تاعنا نزيدو لها شويه ونحيوها. نتبلوها، نتبلو لاصوص تاعنا واش فيها ملح فلفل عكري. نعطيكم انا حاجه اللي نديرها لها تجي واحد البنه فيها سبيسيال، هي الكمون. انا ندير لها الكمون، تحبوش ديروا لها بصح سيوها ويعني وردوا لي الخبر، تجي البنه تاعها روعه. ولا شويه كمون، انا باغ كونت الفلفل الكحل ما نديروش في لاصوص طوماط، وفلفل عكري والملح بيان سور. هكذا نخلوها تطيب في غرضها، العجينه هاي الدور، وحنا نروحو للبوله تاعنا باسكو الدجاج تاعنا والحميصه راهم طابو.
دوك ندير لي بولات ونديرهم لداخل. فوالا بسم الله نجيبو تبيسي ونخدمو لي بولات تاعنا. ها لاباط تاعنا راهي شابه نورمالمون سي بون. تقدروا ميم لاباط ديروا لها تبلوها، انا موالفه ندير لها لي زيرب دو بروفونس، ندير لها شويه كيما يقولوا زعتره، نفتت لها ماشي تجي يعني تعطي لاباط تكون منكهه. هذه اضافه ضفتها لكم كيما قلت لكم، ما تنساوش راسلوني وقولوا لي يعني الاطباق اللي رانا نقدموها في هذا رمضان ولا عجبتكم ولا ما عجبتكمش. يعني احنا نسييو نلبيو ورغباتكم، يعني ما حاجه ما عجبتكمش قولوا لي احنا ونكسبتو هكذا، باش مام يعني ولا الصح يعني درنا غلطات نصلحوهم ماشي عيب، كونترير نتعلموا من الخطا. ودي بول هكذا دابا شويه، انا باك نحبهم كاع قد قد الا شفت وحده بالعينه اذا ناقصه ولا زايده. لاباط تاعي نورمالمون سي بون، نحبس لها وتخطون طاجين هذا تاعي لازم نقص له شويه، نزيد له شويه ميها سخون بيان سور قبل ما نرمي لي بولات. الله الله ريحه تشهي. هنا نحبسوا لاباط تاعنا ونعطيكم اون رمارك برك، راكو تشوفوا العجين كيفاش يكون، ما لازمش يكون بسرعه سينو العجين تاعنا ما يتعجنش تخي بيان. ديروا على يعني سرعه الواحد ولا اثنين، ما تزيدوش اكثر من هذا، تنعجن بعقلها باش تنعجن تخي بيان ومام مليح لو بيتران. سينو كنديروها يعني بقوه البيتران تاعكم ما يحكمش بلاصه. هاكو تشوفوا راني غلطت اوليو نطفيها زدت لها. يا الله شوفوا ندير شويه زبيده في يدي هكذا العقل برك، نطاشي حوايجي كانا واش نقول لكم، يزعف المخرج. بسم الله هكذا نوريكم برك باش نحطوها شويه تريح، ما تريحش بزاف هذه. نحطها يعني شويه قسم طيب لي لاصوص ونبدا ندير فوالا هكذا العجينه تاعي هي لي بارفيت ما شاء الله ما نعينهاش اون سي جامي. نغطيها ونحطها بجيح ونولي ليها العجين ما يحبش الهواء وما يحبش الكورون دير. يا اخي هضرنا ما نحطوش في الكورون دير، نحطو دو كوتي باش ما يضربوش الكورون دير من بعد نجيبوه. الو هنا نكمل لي بول وعلاه جبتو منها باش نبدا نرمي فيه. هانا واش كنا نحكيو قبل ما نروح، نسيت كامل والله غير نسيت نقصر زعما معاكم. على بالي نتوما كانا كولاتين بصح جوسبي عندكم تيليفزيون راكو تشوفو تشوفوني، شوفوا قناة زهرة تي في راكو تمتعوا بها في هذا شهر رمضان وما تبخلش كاع عليكم بالوصفات، تبعونا برك وقعدوا وفيين. هنا مصابكم راكم معايا تشموا هاد الريحة. فوالا شوفوا هنايا ندير هاد
البولات باش ما نطولش عليكم. نحركهم شويه هكذا وبعد نكمل الباقي باش انا نوري لكم لاصوص بليتو لا بيتزا كيفاش ندار. خير ما نروح ونخليكم هكذا فماذا بيا تشوفوا كيفاش نديرها. فوالا لاصوص طوماط تاعنا هكذا، نحطو كلش قدامنا، ندنيو هكذا، نجيبو أنا ندير نحلها في السميد، نحب السميد، وانتوما تحبوا الفارينة ديروا الفارينة، بصح تعطي هذاك لو كروستيو، سي السميد اللي يعطي الكروستيو، شوفوا تمتم خليتها ديفلوبات، هكذا بهذه الطريقة، شوفوا الله الله ديك العجينة شوفوا. راح نديروهم نسيت بلي راح نديروهم دي بيني راح نحلها لكم عن بالي راني ف راح ندير لكم بيتزا كاري ديرو غير هكدايا فوالا لكم حبيبات نوريهم لكم. نجيب السنيوه نديرها الفيلم اليمونتيغ توجور الدقيق هكذا نديرو لا بيتزا تاعنا. الشريبة تاعنا هاي طابت فوالا نديرو بابي كويسون نوري لكم حبيبة ولا زوج بهاد الطريقة ديرهم غير بيديكم باسكو صغار. انا جبت هاد الحليول على بالكم عن بالي راح ندير وحده كبيره مي هادو ما سي دي ميني هكذا خدموهم غير بيديكم هكذا بهذه الطريقه بصبيعاتكم. بونجور سميد صباحتيكم بهذه الطريقة. راني زدت لكم حبيبات قلت لكم حبة ولا زوج بصح غطوني هايا سي بو هنا نديرو لاصوص شويه كتجي خكي خما خواتاتها فوالا نجيبو مغرفة فوالا نديرو فلاصوص بالفوق بيان سور تكونو شعلتو درجة حرارة الفرن تاعكم تكون 200 درجة على بالكم بلي البيتزا تحب درجة حرارة قوية اللي كان عندها فوق وحتى 250 ديرو 250 ما عندهاش الروح طيب بالخف باش ما تنشف لكمش الطوماطيش تاعكم. هاي الشربة تاعي هاي خلاصت من بعد نرحيها اللي هو عدس احمر نديرو نميكسي واحد تخي بيان قلت لكم وديرو شويه زويته من الفوق تاع زيت زيتون وعندنا عندنا المتوم تاعنا كانا سي بون دوك نطفيلو يعني يوجد. انا نكمل هذه البيتزا تاعي وندير لها الفرماج وندير لها على فرن على درجه حراره 200 حتى 250. انا نروح فاصل قصير ونعاود نوري لكم بالتحليه.
عودنا ولينا لكم بهذه التحلية اللي راح نديروها مع بعض، هي كريم بغولي، يعني طريقة سهلة. نحن نعطي لكم طريقة سهلة جدا وما كاش من اللي راح يعني يبالو غطي. ألوغ أول شيء نعطيو المقادير قبل، هاي قبل ما نروح ندير نعطيكم قبل المقادير مضبوطة وبعد نروحو نديروه. عندنا 200 غرام تاع كريمة طازجة، عندنا 200 غرام تاع السكر العادي، عندنا هنا شوية سكر بني باش نديرو هذاك كيما يقولك كاراميليزاسيون والبرولاج تاع لا كريم بغولي، وعندنا لافاني، عندنا 4 صفار بيض بيان سور، نديرو 250 غرام ولا 250 مليليتر تاع الحليب، وما ننساوش باطا ياغورت ناتور طبيعي. الوغ اول شيء نديرو الحليب ولا كريم فريش يغليو. عندنا قبل نوزن الحليب فوالا250 فوالا شوية فوالا وعندنا 200 مليلتر تاع كريمة طازجة. المخرجة وخادش فيا يقول لي تعرفي لازم تزيدي أم هو وغالبو رمضان منلوموش. هنا عندنا عفوا قريب ربي تاع شوف قريب نسيتني كل شو راح ندير، عندنا الحليب ولا كريم فخيش السكر وبعك نديروه. خلي جابك والله غير تلفتها لي كامل، دوك ندير لا كريم تاعي فوق النار. ونجيب بو تاع الياغورت ناتور طبيعي. نزيد نضيفو خليط تاع الحليب والكريمة، يعطي نكهة خاصة. على بالكم لي زولا لازم دير الإضافة تاعها لا توش تاعها. أكو ولفتوني نورمالمون، أكو ولفتوني نزيدو واحد صغير باش نديرو فيه البياض. عندنا 4 صفار والرابعة فوالا. هاد البياض يعني شاك فوا نقول لكم البياض ما يترماش، و بو لو كونسيرفي ميم في الكونجيلاتور. ديرو هكداك في ان ساشي ولا دون اون بواط، نهار اللي تسحقوه تجبدوه واستعملوه عادي. سورتو بور لي ماكارون، لي ماكارون لازم لهم البياض البيض يكون قديم بهذا يعني قديم. هنايا السكر تاعي عندي 200 غرام، 100 غرام نرميها هنا مع الحليب ولا كريم، 100 غرام نديرها مع الصفار. تري بيان، هنا السكر تاعنا مليح مع البيض، هاو ما ولاش يبان. الفاني تاعنا ما نساوهاش، نعطيكم برك السكر البني هذا نسحقو من بعد، نقول لكم يعني من نخبي عليكم والو، نقول لكم كلش. هنا نخلطو داك السكر في الكريمه والحليب،
هنا حتى يولي يغلي لنا مليح، نرمي هذيك الخليط تاع البيض والسكر، هنا الحق درجة الغليان، العقل برك، بسم الله. نمسحو مليح، نحطو كلش، والو ما نخلو. هاي تري بيان، نقعدو نخلطو، فوق قعدو تخلطو. هنايا ما لازمش كامل تحبسوهم تخلط، على خاطر ولا حبستوهم تخلط لي زو تاعكم البيض تاعكم راح يطيب لكم، وتولي لكم لاكريم تاعكم تجيش شابه، تجي هايداك محببه كيما نقولو حنايا. الو نقعدو نخلطو، انا حتى طيب لي تري بيان لا كريم، تولي لنا اون كريم اونغليز ماشي كيما اون كريم باتيسيير، هنا تولي اون كريم اونغليز. من بعد نديروها في لي غامكان ونطيبوها على فرن درجة حرارة الفرن 100 درجة، يعني ما ديروهاش طيب على قليلة، ما لازمش تحمر لنا، طيب قليلة قيس ما هذاك لا كريم تاعنا تشد روحها تولي كي الفلون، هي ماشي فلون مي تولي هكذا كي الفلون، ما لازمش تنشف بزاف باش ما تجيناش يعني ما تجيش بنينة. من بعد كي طيب لنا بيان سور نخلوها حتى تشد روحها، نحيوها نحيوها من الفرن ونديروها في الثلاجة حتى تبرد لنا. بعد ما تبرد لنا نديروا لها السكر البني من الفوق ونحرقوها بشاليمو داكوغ، واللي ما عندوش شاليمو عليها غير يعاود يردها في الفرن، يشعل لاكغي من الفوق ويخليها تنحرق، هذيك تولي لنا كاغامال، تولي لنا ينكوش هكذا تاع الكاغامال، وشهية طيبة. فوالا هنايا هاي لحقت، نقول لكم كي تلحق درجة الغليان سيت لا تمبيراتور تاعها تلحق حتى ل 185، اللي عنده ترمومتر يديرها 185 كي تلحق سي بون. وكاين نقولوا الا ناب، واش معناتها الا ناب؟ سي كي تكونوا تحركوا بالمغرفه هكذا ديالكم، لازم كي ديروا هكذا لو تري يشد روحو، تسمى الي نات. هنا لحقت درجة الحرارة حتى 180، هنا نحبس باش تقعد لنا النكهة تاع لافاني، توجو ديروها مع لافا. هنايا نجيب غامكان نعمرهم سطر، لا تعمروا لي غامكان تاعكم بيان سور، نعمروهم نعمرو كامل لي غامكان، دخلوهم الفرن قلت لكم 100 درجة، بعد ما يطيبوا ديروهم في الثلاجة تبردوهم بيان، قبل التقديم دير لهم السكر البني وتحرقوهم. وانا نقول لكم نروحوا فاصل قصير باش نتلاقاو على الميدة الرمضانية التي تجمعنا مع بعض. رانا عاودة ولينا لكم بهذه المائدة الرائعة الرمضانية اللي كنا حضرناها مع بعض، ودرنا كطبق رئيسي درنا المتوم، المتوم على بالكم لي طبق تقليدي محض كانوا يديروه مالينا كامل، درتو بالجاج ودرتو هذوك لي بولات، وكمقبلة درنا العدس، العدس الأحمر، هنا درت العدس الأحمر، كنت تبلتو بالزيت زيتون من الفوق ودرت له شويه فلفل عكري، زينتو على طريقتي وانتم تقدروا تزينوه، كاين اللي يديروا شويه معدنوس، يعني كل واحد وطريقته في التزيين. وباش نجوزوا هذا العدس درنا ميني بيتزا، كنا طيبناهم على درجه حراره 200، زدنا درنا لهم الفرماج من الفوق وزيناهم شويه زيتون، بيان سور ما تنساوش زيت زيتون كاعنا في البيتزا، على بالكم لازم زيت زيتون. وكتحلية كنا حضرنا مع بعض درنا لا كريم برولي، طيبناها على درجة حرارة 100، بعد ما طيب بيان سيغ نخلوها تبرد تخي بيان، من بعد قبل التقديم ديرو لها السكر البني وتحرقوها بيان سيغ بالشاليمو، ولا ديروها في الفرن، يعني كل واحد و يعني مقدورة اللي يكون عندكم. ولا هادو هما الأطباق اللي قدمناهم مع بعض،
واللي فاتوا حلقة من حلقات اليوم ما عليه غير يروح يزور موقع زهرة تيفي. وما ننساش نشكر صافيا على اللباس اللي لبستني واللي عجبت هذا اللباس اللي يعني لابساته، ما عليه غير يزور موقع صافيا. وانا ما بقى لي غير نقول لكم بقوا على خير والى الملتقى. صحة فطوركم، صحة سحوركم، ومع السلامة.